شايف شلون يروح النقب من عندي وانا من عند خشمي يروح؟ الله قالوا شلون يروح؟ منين ودو يجينا؟ هل جاء ويجي ودو يسرق ودو يسرقنا وحنا رجال نايمين ببيت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله مسيكم بالخير. حلقتنا اليوم وقصة اليوم قصة طريفة فيها من خلينا نقول خفت الدم، وإن شاء الله نكون دائما خفاف دم عليكم بإذن الله. أقول في واحد اسمه خليف، أو رجل عن كل العلوم الغانمين عنده، طيب ورجل وراعي حكمة، واللي ممتاز يعني أكثر ميزة مميز فيها عند عربه الأمانة، رجل أمين. فمخذ له حريم ثنتين وهو عايش من طم العرض ومن عرضها العرب، وزلمة زين ومقدر. يوم من الأيام واحد من العرب وده يحج، جاء عليه ونجيب له صرة ذهب قبل ما فيه شنتات وقاصة وسوالف، وهذا صرة يحطونها اللي الله يرزقهم به إذا عنده له قريشات والله هذا. المهم هذا الله رازقه عنده له صرة ذهب. قالوا يا خليف، هم الله رزقه بعيا يا خليف، الأول ما جابت والثانية ما أخذوا مجرد، وقبل ما في دكاترة وطب وكذا من العلة وين ما حد يدري، فحوصات وسوالف هذه ما هي عندهم. المهم فقالوا هذه أمانة، الصرة عندك لما الله ييسر، وصار بشيء خلاف عيال وراك تودي لها أمانة. قالوا أبشر، والله خلي ما هذا بخبر أمانة، هذه والأمانة غالية. جاء وحفر عندها النار حفرة، أو دمل الصرة وغطى عليها وربصة حد يعني حفرة النار اللي تكون أقرب شي له. دائما راح على البيت بيت الشعر ينام وينبشك، ودائما حتى النار ترى قبل ما تطفي حتى بالليل تظل جمر، فنار الطيب ما تطفي. المهم ادمل وحفر، بنات الحلال لا ولد ولا تلد ولا حاجة، وهذا اللي قالوا. فأظن إن شاف الصرة ابن آدم وإبليس ملعون والزبروسن يعني طمعا، شلون ناخذه شلون ناخذه شلون شلون يتشورن. قالا والله ما له غير لما يجي ضيف، إن جاء ضيف حتى لو أخذناه نحطه بظهر الضيف. والله والرجل يعني ما خش، ويجي غانمين ويجي ضيوف. يوم جاي الضيف قبل الغروب وقدم له اللي الله قدر عليه، او الضيف تعلل وتعشى وتهنى واوا، او ظلوا يتعللون. هذا شاعر وهذا خليف شاعر، نسيت اقول، وهذاك اللي جاوا شاعر طبعا، يعني يحبون القعدات هذه. فظلوا يجوز للساعة مثل ما تقول وحدة وحدة ونص، وهن يستنى انهم لما ينامون. لما اللي قالوا ناموا وتأكدن عقب نص ساعة انه خلص غطوا بالنوم، وهن يجن لايذات على الشك ويطفن النار ويدم لنا يعني من خوف انه شو عاد هالسبب، ما ادري يجوز النار به هذا بهو من الضوح يبين يعني تخفي وتستر، ويحفر شوي 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 شوي، وطبعا ما غمق الحفره. والمهم دمال اي بالله لما تناولنا الصره والنهن مثل هالقرايد اي بالله وتقاسم اثر يا الضيف على وحيفه وعلى هذا الصحي.
ظل سوى حاله نايم وشاف المشهد كامل قدامه، ونين يوم لبسنا القلايد ونين كذا وهذا ابدا قدام عيونه كباره. و لكن الدنيا لي يعني مثل ما يقولون مش هاشوف شو زي ذا في ضوء ضوء يطي لي. فالمهم والله قاعد الصبح يوم قاعد المعذب خليف وانه النار مطفيه مدموله بالتراب وان الحفره او الصره اللي حاطه وان محفوره ولا في ذهب ولا امكم على ابوكم هذا هو يلود على الضيف نايم ويلود على الحريم شو قال ذا الذهب ما هذا ما ادري وش قالت له وقال له وش يدري شايف شلون يروح النقب يعني من عندي وانا من عند خشمي يروح الله قالوا شلون يروح منين ودو يجينا هل جاء ويجي ودو يسرق ودو يسرقنا وحنا رجال نايمين ببيت. قالت يعني وش برايه وش قصدك وش قاعد تسولف احسن ما انت متهمنا بشي. المهم قال ايوه يقوم يصون يتباشى هذه آخرة العشرة هذا علمك هذا الله كفينا شره ايوه يوم الدهن يسوون السالفه يسوون يوم الدهن بلاش يزعلن علي بنات الحلال. المهم وتبشبش والدموع او هذه العشرتنا هذه كذا هذا صبرنا هذا قال خلاص توكل بالله. قال لهم ما حد اخذ غير ضيفك. قال يا بنات الحلال الضيف لو اخذ كان سار وطلع روض من الصبح. قال لا حتى ما يشك بحاله يرمهم هبول ياخذه يسري تعرف انه هو وانت ما تغشي معانه يعرفك وانت تعرفه بس هذا حتى يثبت انه ما هو وانه يا كبره يا عبره يا ربع يجي يسأل الضيف ما متهم الضيف صعبه. الراي هو شاعر ف لاذ عليه قال يا ضيف انا انشدك من غير تكليف والحجه اللي تقولها نعتمدها الله علامك تطفي النار يا ضيف تحت تراب الارض تطفي جمره الله علامك تطفي النار يا ضيف تحت تراب الارض تطفي جمره والله الضيف طبعا حتى سوالفه معهن كان سمعهن يوم انه يسألهن يوم صاقام يتبشبشن كان صاحي هذا الصبح. قالوا نشتني وانا بجاوبك يا خليف وانا فطن والحله اعرف قدرها النار طفنها المزون المراديف اللي على الخدين هلت مطرها. صفن خليف رد عليه قال له سولف وانا رجال احب السواليف وادري بطويل السالفه من قصرها ان كان عندك وصف بعض التواصيف قبل المصيبه تنزل اللي حضرها. رد عليها الضيف صخره جبلك مصابها صاعق الصيف بعيني شفت الصاعقه في نحرها فتش وتلقاها حواليك بالريف واذا لقيت اثار اعطني اثرها واذا لقيت اثار اعطني خبرها. هالمره خليف يلوذ على الحريم تاكد من السالفه وهو يقوم عليهم اقضب من هان اقضب هذه اقضب هذا وانهن السواير اما انتك رجع على ضيف وقال له عقب ما هذا قال بعدين بعد ما يروح الضيف دواشن عندي. قال انا اعتذر لك مع طويل المحاريف والنار لا اعتذرت لك اقبل عذرها
حكمت لك يا ضيف بالخيل والسيف ولمس المظلوم الله نصرها. رد عليها الضيف قال له حتى لو الدنيا ما جت لي على الكيف ما اتهم حلتك واكشف سترها، انت وانا رحنا ضحية ملاقيف، تفداك يوم الناس سلمنا خطرها، وشاكم ان شاء الله عساكم ان شاء الله تسلمون من كل خطر وكل شيء مو زين. ونكون بهذا انهينا حلقتنا او فقرتنا للفقره الاولى اللي هي قصه قصيده، والان الى الفقره الثانيه واللي هي لغز الحلقه. عدنا إليكم في فقرتنا الثانية واللي هو لغز الحلقة، وعلى اللغز مباشرة لا تنسون مشاركة الحلقة حتى تدخلون معنا بالسحب، وخلوا خصوصية صفحاتكم عامة حتى نشوف إنكم شاركتوا. اللي شارك يدخل معنا على السحب، وإن شاء الله إن الله ولي التوفيق للجميع. أقول أنشد عن اللي أنشد عن اللي لها بحل الخفايا، أنشد عن اللي لها بحل الخفايا وتكشف الأسرار لو كانت غميقة، ما قضبها غير حلال القضايا ولا طلبها غير دوار الحقيقة. أنشد عن اللي لها بحل الخفايا وتكشف الأسرار لو كانت غميقة، ما قضبها غير حلال القضايا ولا طلبها غير دوار الحقيقة. ونكون هذا اللغز انهينا فقرتنا الثانية وانهينا حلقتنا، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة يوم الثلاثاء القادم، نقول لكم تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.